دق ناشر الصحف اليومية بفنزويلا ناقوس الخطر بسبب أزمة الورق التي يعيشها القطاع، والتي قد تعجل برأيهم بتوقف بعض الجرائد عن الصدور خلال أجل لا يتعدى الشهر في حال عدم معالجة هذا المشكل. وخلال الندوة الصحفية التي عقدها مدير نشر كل من يوميتي الناسيونال والإمبولسو، تم التأكيد على أن سبب ندرة ورق الطباعة يعود بالأساس إلى عدم مصادقة الحكومة على الاعتمادات المالية بالعملة الأجنبية الضرورية لكي تستطيع شركات النشر والتوزيع استيراد الورق من الخارج. ويتهم مدير نشر يومية الناسيونال ميغيل إنريكي أوتيرو الحكومة بنهج سياسة تمييزية في التعاطي مع وسائل الإعلام غير المقربة من الدوائر الرسمية، محذرا من الأوضاع الحرجة التي يمر منها قطاع الصحافة المكتوبة، ومؤكدا في الوقت ذاته على أنه قد تكون هناك صحافة من دون ديمقراطية، ولكن لا ديمقراطية من دون صحافة حرة. كما جدد المشاركون خلال هذا اللقاء التأكيد على أنهم اجتمعوا في العديد من المناسبات بمسؤولين حكوميين، لكن لقاءاتهم لم تجد نفعا ولم تجلب لهم ورقا، وهو ما قد يعجل باختفاء جريدتين عمرتا في فنزويلا لنحو قرن من الزمن.